أهلا بكم من جديد وإلى موضوعنا الثالث ونتناول فيه الشأن الليبي، حيث أطلق موقف مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح سباقا مثيرا للجدل بشأن تولي منصب رئاسة الحكومة، حيث كشفت وكالة نوفا الإيطالية عن تقديم ثلاثة مرشحين أنفسهم لرئاسة الحكومة التي ينوي البرلمان الليبي تشكيلها الأسبوع المقبل، فيما أعلن مرشحون رسمياً تقدمهم لهذا المنصب في الوقت الذي يصر فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية على الاستمرار في مهامه بناء على الاتفاق السياسي. النائب في البرلمان الليبي عبد المنعم العرفي قال لوكالة نوفا الإيطالية إن المرشحين الثلاثة هم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ونائب رئيس الوزراء السابق أحمد معيتيق والمرشح الرئاسي مروان علي عميش، وبينما اعتبر إعلان الترشيحات بداية حقيقية للإجراءات القانونية لتعيين رئيس وزراء جديد، يبدو الموقف المقابل رافضاً لكل هذا المسار الذي يدفع إليه البرلمان. من جهته أكد رئيس الحكومة الوطنية الليبية عبد الحميد لدبيبة استمرار حكومته في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات حسب مخرجات اتفاق جنيف، تزامناً مع إعلان رئيس البرلمان عن البدء في قبول الترشيحات الثلاثاء الماضي على أن يتم اختيار الرئيس الجديد الأسبوع المقبل. واعتبر الدبيبة أن ما يقوم به رئيس مجلس النواب هو محاولة يائسة لعودة الانقسام، وتثير مساعي مجلس النواب الليبي لتغيير الحكومة مخاوف من أن تفضي هذه الخطوة إلى استفحال الأزمة الراهنة وتعميق الانقسام، كما ينظر المجتمع الدولي والأمم المتحدة لهذه المحاولات لتغيير الحكومة بعدم الارتياح، ويتوقع أن تتدخل لصالح استمرار حكومة الدبيبة. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بالكاتب والصحفي الليبي علي أبو زيد من مصراتة. أستاذ علي أهلا بك. فتح باب الترشح لتولي منصب رئاسة الحكومة ورئيس الحكومة موجود، المنصب غير شاغر، ماذا يعني ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. أعتقد أن تغيير الحكومة أو تغيير أو البدء في إجراءات اختيار رئيس حكومة جديد هو نتيجة طبيعية لحالة الانحراف التي حدثت في خارطة الطريق. طبعا حالة الانحراف هذه ساهمت فيها أطراف عدة، من بينها للأسف مجلس النواب والحكومة الحالية برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة. الحكومة الحالية طبعا لم تقم بعدة أمور، على رأسها الإعداد الجيد للانتخابات، ثم بعد ذلك الهدف من تشكيل هذه الحكومة هي أن تكون طرف محايد في العملية الانتخابية التي كانت من المفترض أن تجرى في 24 من ديسمبر الماضي، ولكن السيد عبد الحميد الدبيبة أصبح طرف في حالة الصراع والمنافسة بترشحه لمنصب الرئاسة، مما جعل هذه الحكومة غير موثوقة وغير مؤتمنة على العمل. يعني أنت مع دعوة عقيلة صالح لتغيير رئيس الحكومة عبر مجلس النواب؟ أعتقد أن تغيير الحكومة أصبح ضروري للوصول للانتخابات، ولكن بشرط أن يتم هذا الأمر بالتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لأن هذا التوافق هو الضامن الأساسي للعملية الانتخابية. وهل مجلس النواب في موقفه يعبر عن ذلك التوافق الذي تحدثت عنه؟ وهل فعلا حصل أي توافق بين قوى الغرب وقوى الشر، عفوا قوى الشرق الليبي، أم أنه تعبير عن اجتهاد سياسي وقانوني من عقيلة صالح؟ هو الأمر ليس عقيلة صالح فقط، هناك يعني كتلة جيدة في مجلس النواب، منها حتى نواب في الغرب هم اليوم مع تغيير الحكومة، هذه نقطة. الأمر الآخر أيضا المجلس الأعلى للدولة يدرك جيدا، وهناك يعني بوادر وخطوات ولقاءات تمت، وهناك أساس حدث من أجل اتخاذ هذه الخطوة بالتزامن مع خطوات أخرى. ما حدث قبل 24 ديسمبر عندما فتح باب الترشح وما تلاه من عملية طعون في المترشحين أكد على أن حالة الاستقرار المطلوبة لإجراء الانتخابات غير موجودة، لذلك والحكومة انخرطت في العملية السياسية كطرف يتصارع مع الأطراف الأخرى، بينما كان من المفترض أن تكون هي طرف محايد، مهمتها الأساسية تأمين العملية الانتخابية وتسهيل إجراءها. فوجدنا أن الحكومة أصبحت تتصادم حتى مع مجلس
النواب. فتغيير الحكومة أصبح مهم، وأعتقد أن حتى وضع شرط لرئيس الحكومة القادمة أن لا يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة هو استمرار في أهمية أن تكون الحكومة هي حكومة محايدة لا تريد أن تجعل من المرحلة الانتقالية جسراً لأن يستحوذ رئيسها على منصب الرئاسة أو أن يحدث حالة من عدم التكافؤ في الانتخابات. ولكن هل ذلك موجود؟ يعني هل في دعوة مجلس النواب عبر عقيلة صالح لتسمية رئيس حكومة جديد في هذا الوقت القصير؟ هل يمكن ذلك أم أنه يفتح بداية أو باباً لأزمة جديدة؟ أولاً أخي الكريم، أنا أريد قبل أن أجيب عن هذا السؤال أن أعقب على نقطة مهمة جداً، وهي مسألة الدعوة إلى الانتخابات. الليبيون جميعاً يريدون انتخابات، هذا بلا شك. الوصول إلى الانتخابات يحتاج عدة إجراءات. نحن للأسف محصورين في ممرات ضيقة وهشة عبر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولا يمكن أن نصل إلى حل سياسي إلا من خلالهما. هذا أمر، وهذه أحد الأمور التي تعقد المشهد الليبي. إصرار المجتمع الدولي على الذهاب إلى انتخابات دون وجود حالة استقرار حقيقية، دون وجود حد أدنى من التوافق بين مختلف الأطراف، بل الحالة هي حالة مغالبة عكستها عملية الترشح، كل هذه الأمور تجعل من الفترة التي نحتاجها فعلا للوصول إلى انتخابات محل نقاش ومحل بحث جدي، وبناء على توصيف حقيقي وواقعي للحالة الليبية. أما إصرار المجتمع الدولي على أن نذهب إلى انتخابات مباشرة هكذا دون معالجات للمعرقلات وللواقع الصعب والمعقد في ليبيا، فهو نوع حقيقة من الهروب بالمشكلة للأمام. الانتخابات إذا ما تمت في الظرف الحالي، فبدل أن تكون مدخلاً لإحداث استقرار في ليبيا ولحالة استدامة لهذا الاستقرار، ستكون هذه الانتخابات مدخلاً لصراع جديد للأسف الشديد وتعميق الانقسام. سؤالي الأخير لك أستاذ علي، لازال إلى الآن لا يتعاطى بواقعية مع إجراء الانتخابات. هو يقول نريد انتخابات، نريد انتخابات، تمام. الآلية للوصول لهذه الانتخابات كيف؟ خارج الطريق التي تمت في جنيف والتي لم يطبق منها إلا جانب واحد فقط، وهو جانب تشكيل السلطة التنفيذية، وعطلت بقية الجوانب، والمجتمع الدولي فقد زخمه ولم يدعم حتى البعثة الأممية لإتمام بقية هذه المسارات التي كان من المفترض أن تتم. ونقولها بكل صراحة، أتى بمبعوث أممي ليس له خلفية أو دراية بالملف الليبي، وحقيقة ميع هذا الملف. طب ولكن الحل، الجواب هل يكون بمغالبة طرف على طرف، يعني بفرض طرف في مجلس النواب أن يتم تغيير رئيس الحكومة؟ لماذا لم يستشار مجلس الدولة؟ لماذا لم يستشار أيضا مجلس الرئاسة؟ هناك استشارات لمجلس الدولة، وهناك تنسيق مع مجلس الدولة، هذا أمر. الأمر الآخر، الحكومة اليوم من يتقدم لها هم أطراف من الغرب الليبي. المرشحين الثلاثة الذين تم الإعلان عن أسمائهم هم من الغرب الليبي، وهناك نواب يدعمونهم من الغرب الليبي. فاختزال الغرب الليبي بشخص السيد عبد الحميد الدبيبة أيضا هذا أمر غير صحيح وفي مغالطة كبيرة. السيد عبد الحميد الدبيبة لا يمثل الغرب، بالعكس، حتى الثقل العسكري والقوة على الأرض السيد عبد الحميد الدبيبة لا يمثلها بشكل صحيح. شكرا جزيلا. السيد عبد الحميد الدبيبة حقيقة كان بعيد جدا عن الحراك السياسي وبعيد جدا عن القوة الفاعلة على الأرض. هو الرجل حقيقة إذا أردنا توصيفه بزنس مان، حتى إدارته للحكومة كانت هي طريقة إدارة تجارية للأسف، وليست طريقة إدارة دولة. صفقات ساذجة وبسيطة وفارغة، وأدت في النهاية إلى عودة الانقسام. والشرق الليبي اليوم الذي هو جزء كبير من العملية السياسية رافض للسيد عبد الحميد الدبيبة. يعني كيف نحن نحتاج حكومة فعلا تمثل الليبيين جميعا، حكومة وحدة وطنية حقيقية. اليوم السيد عبد الحميد الدبيبة عندما استلم حكومته وضع شرط أن جميع
أعضاء حكومته ووزرائه يجب أن يستطيعوا العمل من كامل التراب الليبي. اليوم هو شخصيا لا يستطيع الذهاب للمنطقة الشرقية. شكرا لك، أعتقد وصلت الفكرة. أستاذ علي أبو زيد الكاتب والصحفي، كنت معي من مصر.